صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم. نبدياكم يوم جديد وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. صحيح أن الإنترنت قادر على أن يجعل كل العالم مكانا صغيرا، لكن هذا العالم الصغير قد يشغلنا عن واقعنا الحقيقي. فكم ساعة تقضون في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي؟ خليكم يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله بخير. والله بخير الحمد لله. الله يسلمك. حضرتك محمد. محمد، كم ساعه تقضي متابعه مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني تقريبا يوميا 8 ساعات. نعم. على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. من ضمنها يعني تواصل ويا الاصدقاء ويا الاقارب الشيء وهذا. اكو من عندها سلبيات واكو منها ايجابيات. نعم. السلبيات منها يعني اضاعه الوقت. نعم. والايجابيات نستفاد من عندها، يعني من ضمنها هنا احنا بالجامعه نستفاد من عندها هواي، من ضمنها الدروس والمحاضرات اللي تكون اونلاين على النت وهالشيء. هذه 8 ساعات اللي تقضيها على الانترنت تستفاد من عندها شيء لو لا؟ اي اكيد اكيد، يعني اذا كنت اتواصل ويا اصدقائي اتواصل وياهم على مثلا محاضرات، امتحانات يوميه، هالشيء هذا استفاد من عنده. وبنفس الوقت اذا كنت يعني استفاده الي اتابع محاضرات على اليوتيوب وغير المنصات. محاضرات توعويه تقصد؟ اي نعم. لو محاضرات تخص دراستك؟ دراسه. نعم. صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا بك. ان شاء الله بخير. الله يحفظك، يعطيك الصحه والعافيه. الله يديك. نتعرف حضرتك. انا حيدر حسن من كليه علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، طالب مرحله ثالثه من جامعه كربلاء. التوفيق ان شاء الله. حيدر، كم ساعه تقضي متابعه مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحقيقه يعني هو اقضي هواي وقت عليه يعني واستخدمه هواي، بس هو التواصل الاجتماعي بشكل عام انه هو بي هواي افكار، انه هو ايجابي وسلبي بي الافكار ملاته، فاحنا يعني نقضي الوقت انه بشكل ايجابي، نستفاد من الافكار اللي بي، نستفاد من المعلومات اللي بي، نستفاد من هواي شغلات يقدمها لنا التواصل الاجتماعي. انا كطالب كليه علوم الحاسوب استفاد من عده معلومات، انه يعطيني معلومات، انه اخذ افكار من عنده زينه، يعني هواي امور ضمن مجال عملي. نعم احبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا الصباحيه ونلتقي باحد المشاركين. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله بخير. الله يحفظك. نتعرف حضرتك. سجاد عاشور. سجاد، كم ساعه تقضي متابعه مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله يعني مو سوى من 2 ساعة إلى 3 ساعات. نعم. الحد الاعلى هاي ساعتين او 3 ساعات. نعم. شنو اللي تستفاده من عنده؟ والله يعني بشكل خاص مستواي الشخصي، هاي الـ3 ساعات تكون استثمر الوقت اللي ادخل بيه، يعني من مهارات تطويريه، من برامج خاصه لي انا اديرها شخصيا انا وفريقي، يعني استغل احسن ما اضيع الوقت واهدره وما استفاد من شيء، لان الوقت بالاساس هو الاهم بهاي حياتنا، خصوصا الشباب لازم يستغل وقته بصوره صحيحه ويدير الوقت بصوره صحيحه. لكي نضع بصمتنا في هذا الكون علينا ألا نضيع وقتنا على الانترنت دون جدوى. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.